كاميرا المراقبة ترصد ظهور أفعى الإنكواندا الذي حل ضيف في مدينة الكوت بمنطقة حي الحكيم الذي أثار الرعب لأهل محافظة واسط بسبب تواجد هذا الثعبان الكبير وسط الأحياء السكنية. بها خطورة علينا طبعا، شافوا حي على حائط السيد، الجيران شايفينها، خبروا تابع الكاميرا لقاها فعلا ماشي على الحائط ونازل على البيت، النوب تابعها وشافها بالعين المجردة، مثل ما خابر الطوارئ عليها ما لحقوا عليها، اختفت الحيوانة. ثعبان الإنكواندا تتميز بحجمها الكبير ويصل طولها إلى 6 أمتار تقريبا، وحجمها الكبير يساعدها على ابتلاع فريستها، وتسبب ظهور هذا الثعبان الهلع لسكان المنطقة وسط مطالبات للقضاء عليه. والله حي انه وحشيه، ما عرفنا ايش قضيته، طلعت انه اختفاء بالنا على الكاميرا، انه ما الكاميرا احنا ما كان ضيف صوتنا مشكله، بس احنا تابعناها على الكاميرا، انه صدفت على الكاميرا وشفنا الحيه تمشي على حايط مساحات طويله، وقلتوا شفتوها تمشي طبت اختفت البيت. بس سابقا التهم لاحظت وجودها؟ وجودك قبل فترة، أنا أحكي لك، أنا كنا عندنا سكراب ولا بيتنا ولا بيتنا وراح كل شيء مباشرة، بس ما عرفت حية محية، بس تشحيت السوادي. زين اليوم تواجدها أثار رعب بين الأطفال المنطقة؟ إيه طبعا، الناس كلها بتحاضر خايفة، كلها مرتبكة بهاي الموقف، صاير صعب عندها، بس حالي احنا هذا البيت وهذا البيت وبيت ذاك الثالث، هي حوالينا، مو تقول مثل ما هي في هالبيوت هاي الثلاثة، هذا وهذا وذاك اللي وراهم ترك. اي هاي الحيه اجراءات شنو كانت من الدفاع المدني ودارة الصحة؟ اجوا الدفاع المدني تابعوها وذبوا السيم وشافوها وفتروا تابعوا، ما شافوا مكان الحيه وموقع الحيه او حفر او سرداب تختفي به، ما شافوا. عندما يحل ضيف على احد، الجميع يفرح ويستقبل الضيف القادم اليهم، الا قدوم هذا الثعبان اثار الرعب بين سكان اهالي هذه المنطقه. من محافظة واسط، حسن الرسام، قناة التغيير.